وبركاته. انا اسمي فيكتوريا وراء ستيج النهارده يا جماعه عشان اديكم محاضره السكراب سكرابنج اند ديكلاينج. تمام، هنشرح اول حاجه اللي هو السيرش كلا هاند سكراب. اول حاجه السيرش هاند سكراب في بريبريشن. البريبريشن بتاعتنا اول حاجه انا بعمل اكزام الهاند بتاعتي لو فيها قطره فيها ليجن. تمام، بعد كده ببدا اعمل تكوير للابروم بتاعي. تمام، بعمل الاوفر اوفر هيد والاوفر والاوفر شيل. بعد كده ببدا اعرف ما بيني وبين التاب فين الريسيفر ديستنس ما بيني وبين التاب بتاعي. بعد كده ابدا اعمل كير اقول ليه الوتر. تمام، وادجست الفلو اند ليه اند التمبريتشر بتاعي. بعد كده ببدا اعمل رينج ليه الهاند بتاعتي. وابدا اعمل ايه كرول ليه السليبس بتاعتي اباب ليه اباب ليبو بتو ايه بتو انش. بعد كده بعمل رينج ليه الهاند. تمام، والبالم بتبقى ايه والفينجر بتاعتي بتبقى ايه بتبقى دوت. بعد كده ابدا اعمل ايه بجيب الايه البراش بتاعتي اسمها سكراب براش بيبقى عليها ايه عليها بتاين اللي هو السيرجيكال بتاين. بعد كده بعمل اول حاجه اللي هي ايه اللي هي التيب اوف فينجرز بعملها كام 30 30 سيركولر ستروكس. تمام، بعد كده ما خلصت دي هعمل النظري النظر هاند. بعد ما خلصت بالبرش هبدا اعمل لها رنج واحطها في الايه في السودش بتاعي. بعد كده هجيب الايه اللي هي الجزء اللي هو الايه الاسبونجي وعليه ايه وعليه البيتاداين. بعد كده الفينجرز بتاعتي هقسمها ليه اربعه سايز. كل فينجر هقسمه اربعه ايه اربعه سايز. اول حاجه ده كده كل سايز بعمله كام 20 20 مره. نفس الكلام الصم كل سايد بعمله 20 مره. بعد كده بعمل البالم بتاعي في سيركولار موشن 20 مره. بعد كده الباك. بعد كده الجزء ده بقسمه لثلاث ايه ثلاثه بارتس. تمام، في سيركولار موشن كل جزء بتاعي كام مره 20 مره. بنفس التكنيك بتاعي هعمل النظر ايه النظر هاند. كل سايد هبدا اعمله كام 20 ايه ويكي يعني 20 مرة. بعد كده البالم في سيركل موشن. تمام، 20 مرة. بعد كده الباك بتاعي. بعد كده الهيل في 1 دايركشن. الجزء ما بين الريست والإلبو بقسمه لثلاثة ايه لثلاثة بارتس في سيركل ايه موشن. بعد كده ببدا اعمل ايه اعمل بنزل ايه ليه الهاندز بتاعتي ازاي الفينجر بتاعتي بتبقى اب. ببدا اعمل ايه ووش كده ليه الهاندز بتاعتي في وان دايركشن. لو عايز اخش تاني ببدا اخش تاني. بعد كده انظر ايه انظر هاندز بتاعتي برفع ايدي لفوق وايدي تبقى ايه تبقى مرفوعه. بعد ما خلصت خالص وغسلت ايدي هبدا اعمل ايه تيرن اوفر ايه الووتر بالايه بالام. بعد كده هجيب الايه السترايل تاول بتاعتي وابدا اعمل ايه اعمل دراي ليه الهاندز بتاعتي في وان ايه في وان دايركشن. نفس التكنيك اول حاجه الفينجر بعد كده البالم والباك بعد كده الهيل والريست بعد كده ايه البارت اللي هو ليه الحاد الالف. بعد كده اجيب السايد الثاني. تمام، وابدا اعمل ايه دراي بتاعي في السترايل السترايل تاول. بعد كده ارجع اعملها